استعدت الإمارات بسواعدها الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث باستراتيجية استباقية شاملة، فلم تكن خطوات إدارة أزمة كوفيد-19 في الدولة وليدة اللحظة، فبرؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة التي من أهم أولوياتها تعزيز أمن واستقرار المجتمع وجهزية ومرونة المؤسسات والمجتمع في مواجهة المخاطر من خلال إعداد خطط العمل للتعامل مع الأزمات والاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة ووضع أهداف محددة ومستهدفات عاجلة وآجلة للتصدي لأي حالة من حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، مما أسهم في اتخاذ خطوات استباقية للحد من انتشارها والتقليل من تأثيراتها على جميع قطاعات الدولة ووضع سياسات تفصيلية على المديين القريب والبعيد لتحقيق التعافي واستئناف النشاط في الدولة، وذلك بما يعود على كافة القطاعات الاقتصادية والمجتمعية في الإمارات بالنمو والاستقرار. لم تقتصر جهود الدولة محليا فقط، بل قدمت الدولة يد العون لدول العالم للتخفيف من معاناة شعوبها في مواجهة الكوارث والأزمات، مما يؤكد جاهزيتها لإدارة حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.